نعملكم في ساتين فرح هدي فم أحلى غديو ومزلنا معكم متواصلين حتى لل 11:49 دقيقة وقيت نمشي والأكتواليتي ترانزيسيون باش نحكيو على الاكتواليتي على خاطر باقي في اجواء الثقافه واجواء الفن وخاصه انه بعد الكوفيد 19 برشا مهرجانات تم تعليق الموعد نتاعها او تلغات دونك اليوم باش نحاولوا نمشيو للحمامات اللي هي منطقه سياحيه وزاد كيف كيف باش نحكيو على سهريات صيف 2020 بالحمامات. حاضر معنا مدير تظاهره سهريات صيف الحمامات سنه 2020 سي لسعد السعيد. صباح الخير سي لسعد. صباح النور. مرحبا. شو اخبارك يا سيدي؟ ان شاء الله لاباس. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه. مرحبا بك يا سيدي. اذا اليوم باش نحكيو على سهريات صيف 2020 بالحمامات وهالكونفوجيون نتاع الناس يقول لك السنه مهرجان حمامات الدولي باش تتعرض في سهرات والا لا والا جات تظاهره اخرى في المقابل باش تعوضنا على المهرجان. لا هو تظاهره اخرى وقرار صدر من ابريل وزاره الاشراف اي تاجيل مهرجاني كارتاج والحمامات الدورة 56 في 2021 على اعتبار أنه تنظيم المهرجان الدولي يتطلب تعداد خاص يتطلب حيز زمني مهم وكذلك العروض الدولية ماهيش متاحة الآن باعتبار الوضع الصحي الدولي ما يسمحش ببرمجة دولية والمهرجانات الكبرى هذه كما كارتاج والحمامات معناها يتطلب مجهود تنظيمي ولوجستي خاصة في البرامج الدولية. دونك حبينا نحيو اللبس من بال الناس لانه اليوم فما كونفوجيون يقول لك هذه تسميه اخرى للمهرجان لكن بما انه المهرجان مش باش يتم تنظيمه دونك سميوه سهريه سيف. خلينا نحن نعطيو المعلومه كما هي للمستمع. دونك سهريه سيف ما عندناش الحق نبدلوا مهرجان من 64 معناها علاقته في اشعاعه وفي وجهته أن نبدلوه معناها بجرة قلم. لا هو تأجل للدورة للدورة 50 تأجلت 2021 يعني مش تعتبر في الدورة هذه في تاريخ مهرجان الحمامات أو مهرجان كارتاج للأسباب اللي قلت لك عليها لأنه كان الوضع الصحي ماهوش واضح في شهر أبريل وفي شهر ماي ما كانش فما تظاهرات يصير في الأول لكن بعد بإصرار الوزارة وزير الشؤون الثقافية السيدة وزير الشؤون الثقافية وكل الفاعلين اللي دفع الحياة الثقافية وإقناع اللجنة العلمية أنه بالضرورة العودة إلى الحياة الثقافية وبتحسن الوضع الصحي. دونك حتى ظاهرة هذه راحنا كمؤسسة مرجعية مركز ثقافي الدولي بالحمامات من مشمولاتها في النص نتاعها أنها تنظم التظاهرات الثقافية والفنية والإصلاحات الفكرية وتنظم كذلك الإقامات الفنية واحتضان المبدعين فمن واجبها أنها تكون إلى جانب المبدعين التوانسة وغير التوانسة فقلنا أن ركح الحمامات السنة ما يكونش أضواءه منطقة السنة وما يكونش يعيش إيقاع الإبداع ومعناها التزام المؤسسة بهذا التوجه. كي تقول لي سي لسعد كي تقول لي ركح الحمامات ما تكونش أضواء منطفي معناتها نفهم انه السهرات هذية باش تصير في المهرجان ولا لا؟ لا ركح المسرح ركح المسرح. اذا اعطينا اكثر تفاصيل حول لحظه سامحني نطرح سؤالي لحظه اذا نحكي على سهريات صيف 2020 اللي باش يصير من 25 جويليا ل 22 اوت هالبرمجه هذيا وين باش تصير؟ تصير في ركح المسرح مسرح الهواء الطلق بالحمامات باه في نفس اوف التقنية ونفس الظروف اللوجستية معناها احتراما للمبدع التونسي وكذلك احتراما لركح الحمامات اللي هو ركح عنده وجاهته وعنده تعدت عليه أسماء كبرى وتعدت عليه تجارب فنية راقية فاحنا معناها ما نسمحوش لنفسنا ان تكون في فضاء اخر هو ركح الحمامات مش يحتضن هذه السهرات والسهريات اللي تظاهره هي جديده ومستحسه جات بالمناسبه نتاع الوضع الصحي اللي فرضوا علينا معناها انه بالطبع انه ما تكونش هو شوف هي التزام المؤسسه
في المساهمة في دفع الحياة الثقافية عارف الروح إلى العمل الثقافي وإلى معناها الحركية الثقافية في البلاد. بالطبع بشروط بروتوكول الصحي اللي هو صعب شوية إن شاء الله كلنا نحافظ عليه ونحن نحترموه كفنانين كمبدعين كجمهور كذلك بالأساس. بي الإجراءات اللي نظمتوها فيما يخص هالكوفيد 19 هل فما إجراءات معينة باش تفرضوا على الناس أنهم يلبسوا لباغات فما مسلك باش يمروا منه للزوار اي حددنا مسلك للدخول وهو مدخل الدخول العادي للجمهور ومسلك اخر للخروج معناها عملنا كل الاحتياطات نتاع الاشارات على التباعد معناها سواء امام شباك التذاكر او امام دخول امام باب الدخول المساله الاخرى المهمه لازم يلتزم بها الجمهور هي حمل البافيت حمل البافيت ويكون معناها ملتزم بالمسألة هذه والتباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي بالطبع احنا قضينا الحساب ومش يكون تباعد معناها مش يكون طاقة الاستيعاب في حدود معناها مقبولة تسمح بالتباعد الجسدي ونظمنا ان شاء الله ثم في الدخول وفي الخروج ثم اشارات معناها على الاستيعاب نعم أي. سي لسعد صباح النور انا باش نسالك سؤال بيسك الكونفيرونس دو بريس تصير من بعد انا باش نعمل سكوب هنا في اف ام شنو هما السهرات المبرمجه في التظاهره هذه لا مثالش اعطينا سكوب اعطينا الحفلات الاولانيين على الاقل الزوز ثلاثه حفلات الاولانيين مثالش خلي يكونوا على اف ام العرض الافتتاحي مش يكون الاوركسترا السيمفوني التونسي بمسرح الاوبرا معناها في إطار هذايا التعاون بين مؤسسات الراكة بالنظر إلى الوزارة وإحنا بديناها من عمناود معناها راكة في إنتاجات أعمال هي والعرض الثاني ومش يكون العرض الثاني مباشرة هو عرض ظهر النجم الحمراء سمحنا ما سمعناكش مليح قلت لك عرض زهره لجنس حمار يا ليلي يعني زهره لجنس الفنانين اللي باش يكونوا موجودين على الركح تقريبا باش تكون جميع الاذواق موجوده باش يكون موجود الراب باش يكون موجوده الموسيقى الوتريه السيمفونيه الاغاني الشعبيه هذا كل باش يكون موجود في سهرات صيف 2020 بالحمامات شوف هو مهرجان الحمامات ركح الحمامات مهرجان ما تحبش عليه عم مثلا نحكي عنده خصوصية الفنون الدرامية احنا موجود عدد هام من العروض المسرحية اخر الانتاجات في 2019 من القطاع الخاص ومن القطاع العام وفما البالي وفما السينما وفما الموسيقى معناها فيها الموسيقى الوترية فيها الموسيقى المجموعات الشبابية اللي معناها عندها مشاريع جتها معناها تسمى الفترة الصيفية مش تلقاو كل الاذواق بقيه انه في قرار ما جاتناش مشاريع في الناحيه واحنا شوف في اختيار البرمجه قلنا باعتبار انه طاقه الاستيعاب مش تكون كبيره برشا مسموح بها كبيره اخترنا انه تكون بعدنا شويه بطبع تكون عروض اللي تتماشى والخصوصيات تاع الظرف الصحي تاعنا اذا كي نسالوك اخر سؤال بالنسبه لليوم سعر التذاكر تقريبا باش يكون قداش خاصه جي ماجناك ما خديته بعين الاعتبار انه في الفتره الفايته الظروف الماديه نتاع التونسي تضعضعت شويه راهو اعطينا سعر التذاكر قداش من 10000 ل 40 دينار من 10000 ل 40 دينار دونك الناس كل تنجم تجي وتحضر في سهريات صيف 2020 بالحمامات في حدود الطاقه المحصوله طبعا باش ما خليناش قداش طاقة الاستيعاب اللي باش 50% من الركحة من المسرح من المسرح باش تكون في الحدود هذه في حدود 50% يعطيك الصحة سي لسعد السعيد مدير تظاهرة سهريات صيف الحمامات لسنة 2020 يعطيك الصحة ماكي نفسي على حضورك الساعة الأولى من الموعد إن شاء الله باش نتلاقى معاك غدوة إن شاء الله لكن توا تجي بحذنا الجميلة ألفا صباح الخير ألفا
شنو احوالك يا لاله؟ الحمد لله سافا. حال طقس مريقله؟ لا هي تحفون برشا، طقس مزيان، بحر مزيان، باغتو نجمو نعملو عومه حلوه في البايس الكل براتيكمون. اي وردوا بينا سيغتو من الحريقه في الكوت تاع حمامات. اي سي فغي سي فغي فما مشكله تاع حريقه كبيره الفتره هذيا. سي بون عملوا لنا عاد في الكرمه كيفكرونا. اه اي بي طيب باش يهرب بالحريقه تقول انت. هاي بي وقيد توا الميتيو ومن بعد يجيكم موعد الاخبار مع سلمى هلال. جايين معاكم في ساعتين فرح.